صباح الخير يا صلاح باشا، الحمد لله على السلامة. ايه الدخلة المكهربة دي؟ اتأخرت عليا يا صلاح، اتأخرت عليا قوي. انت ايه اللي نزلك من البيت يا روحي؟ انا مش قلت لك ما تتحركيش غير لما تقولي لي. ما هو اصله هو اللي اتصل بيا. مين اللي اتصل بيكي؟ السكيورتي. سكيورتي؟ تغريد؟ احنا رجعنا نهزي ولا ايه؟ لا والله يا صلاح مش بهزي صدقني، انا قصدي السكيورتي بتاع شركه جابر. جابر؟ يا نهار ازرق، ايه الهبتي ده؟ فهميني. ما هببتش حاجه، اسمعني بس. انا اصلي كنت اتعرفت على السكيورتي اللي واقف على باب الشركه من فتره كده، لقيته معجب بيا ونظراته مش كويسه وكده يعني، فاستغليت الفرصه وقلت له لو عايز تخدمني اتصل بيا اول ما جابر يرجع الشركه. غلط يا تغريد، غلط اللي بتعمليه ده، وهيوديك في 60 داهيه. ما تخافش، ما قلتلوش اسمي، والله العظيم ما قلتله حاجه، حتى الرقم اللي معاه مش بتاعي. المهم اتصل بيا من ساعتين وقال لي ان جابر رجع الشركه. ما هو هيرجع، انت عايزاه يخف ويقعد في بيت العمر كله؟ طب ايه بقى يا صلاح، الفرصه قدامك اهي. فرصه ايه يا تغريد؟ انت فاكره الموضوع بالهيافه دي؟ هيافه يعني ايه؟ انت مش قلتلي طول ما هو قاعد في الفيلا مش هعرف اجيبه ولا لما يخرج؟ يعني اقفله على باب الشركه ولا اقفله على الطريق؟ تغريد ده قتل. انت فاكراني بقتل فار ولا ايه؟ فار يعني ايه؟ يعني كنت بتضحك عليا يا صلاح، بتعشمني الوقت ده كله وانت اصلا مش ناوي تعمل حاجه. اهدي اهدي يا روحي، اهدي يا ست الكل، اهدي وما تفضحيناش قدام الناس. انا ما تهمنيش الفضيحه، ما يهمنيش الناس، ما يهمنيش السجن، انا يهمني جابر طاحون وبس. ولو انت مش قادر عليه. قادر، قدرت بدل المرة اتنين، وانت عارفة انا عملت اللي محدش قدر يعمله في البلد دي كله عشان خاطر سواد عيونك. بس اعمل ايه الروح اللي مش عايزة تفلفص دي؟ طب وروحي انا يا صلاح؟ روحي اللي متعلقة في رقبة البني ادم ده. والله العظيم بموت ومش عارفة اتنفس وهو عايش وبيتمتع بالدنيا. لا هيتمتع في دنيا ولا في اخرة، بس الحكاية محتاجة عقل، محتاجة تكتيك وتظبيط. عقل عقل عقل، كل مرة تقولي الجملة دي وما بتعملش حاجة. هعمل والمرة دي هتصيب مش هتخيب. لا حادثة عربية على طريق الصحراوي تجلي ولا هتطلع له جنية في المستشفى تخلصه من عزرائيل.